بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. اثناء البابا كيرلس ما كان عايش واحد دكتور كان بيعمل دراسات عليا في يوم الامتحان فقال له يا سيدنا انا دكتور وبعمل دراسات عليا وعندي امتحان النهارده. قال له روح يا ابني ربنا يعمر بيتك. قال له يا سيدنا ده انا عندي امتحان النهارده فادعي لي ان انا انجح. قال له طب يا عم روح ربنا يعمر بيتك. راح امتحن وسقط. بس العياده بتاعته كانت واقفه تماما. من اليوم ده ربنا فتح عليه فتحة بالعيانين وبيته بدأ يعمر والحاجات اللي ناقصة بدأ يشتريها وبدأ يبقى ايه تمام. عاد السنة في نفس الموسم قال برضو انا هروح لسيدنا. راح لسيدنا قال له يا سيدنا عندي امتحان. قال له ايوه يا اخويا هتمتحن علمين. قال له هتمتحن ايه علمين. قال له طب ادعي لي يا سيدنا. قال له ناجح يا دكتور ناجح بالامتياز كمان ناجح. قال له طب يا سيدنا السنة اللي فاتت انا جيت لك. قال له ايوه يا اخوي قلت لك ربنا يعمر بيتك. طب يا سيدنا ما قلتليش ليه ربنا ينجحك. قال له يا سيدنا السنة اللي فاتت ما كانش ليك نصيب يا ابني. اللي يرضى بنصيبه يا ابني يعيش. روح يا ابني ناجح يا ابني ناجح بالامتياز يا ابني مبروك. وراح امتحن وربنا عمر بيته ونجح بالامتياز. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. بنت من طحطة كانت في كلية الحقوق. طالما بنتكلم عن النجاح والسقوط البنت دي كانت بتعيد سنة أولى لثالث مرة. فطبعا البنت بقى يعني ثالث سنة لما تسقط يقولوا لها إيه؟ مع السلامة. ظهرت النتيجة إنها ساقطة وخلاص. فالبنت قالت يعني يا بابا كرولوس ده أنا يعني ماسكة فيك وبتشفع بيك. يلا انا هروح مصر اشوف النتيجة بنفسي. يعني قال النتيجة لما هي تيجي من تحت لغاية مصر النتيجة ايه هتتغير. المهم جت شافت النتيجة لقيت اسمها متعلق من ضمن اللي ساقطين. مش بس اللي ساقطين المرفودين. روحت عند قرايبها في مصر زعلانة ومتنكدة فحلمت بالبابا كيرلس. قلت له كده يا سيدنا ببقى متمسكه بيك واقول لك اقف معايا اهم رفدوني. قال لها مين اللي قال كده بقى ده في الحلم. قالت له النتيجه طلعت واتعلقت ان انا ساقطه ومش بس ساقطه ومرفوده. قال لها لا بقى انت ساقطه. مين قال لك انك ساقطه بقى؟ يقول لك ساقطه. مين قال لك انك مرفوده؟ شوف النتيجه كويس بكره يا بنتي. صحيت من النوم بدري طاحت على ايه على شؤون إدارة الامتحانات بتقول لهم أنا اسمي. قال لها بس بختك من السماء إيه الحكاية؟ قال لها ده مجلس الجامعة انعقد امبارح ورفع 16 طالبة مش عارف ولا 15 طالبة أنت واحدة منهم. الكشف هو لسه طازة. بتبص في الكشف لقيت اسمها. أصل بابا كيرلس قال لها لأ بقى فيبقى لأ ولا آه؟ لما البابا كيرلس يقول لأ يبقى إيه؟ يبقى لا. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحد مهندس في الطيران غلط غلطة. الغلطة دي ممكن تضيع مجموعة قواد في الجيش كانوا راكبين طيارة كان ممكن الطيارة تنفجر بيهم نتيجة غلطة الايه المهندس ده. فتحول الى محكمة عسكرية. وهذا المهندس غير مسيحي. طبعا الاجراء الطبيعي او الحكم الطبيعي هو الاعدام. دي خيانة تعتبر. فرق جنبه واحد مسيحي قال له بقول لك ايه مش هي بكرة المحكمة؟ قال له هقول لك على حاجة تزعلش مني يا فلان. قال له نعم. قال له تيجي اوديك عند البابا بتاعنا. قال له مين بابا؟ قال له بابا كيرلس. قال له اروح اعمل معروف وديني ليه.
فاخدوا البابا كرولوس اول ما شافه قال ايوه مش مهندس هيحاكموك بكره يا ابني. قال ايوه يا سيدنا ده انا قالوا لا يا ابني هي سليم ان شاء الله ربنا هينصرك بكره يا ابني. قال هيعدموني يا سيدنا. قالوا مش هيعدموك يا ابني ليك عمر يا ابني ما تخافش روح يا ابني روح. انا اقول لك يا ابني انا عندي وصفه كبيره قوي يا ابني. قال له اللي هو مين يا سيدنا؟ قال له ما تعرفوش انت يا ابني ده بتاع النصارى يا ابني. اسمه مين يا ابني؟ اللي هو مين يا ابني؟ المهم الراجل راح تاني يوم وقف كده في القفص بص له كده القاضي العسكري. الراجل بيقول ان انا كان لو قطعوني حتت ما نزلش نقطه دم، لكن فوجيتي بيقول حكمت المحكمه برفض المذكور من الخدمه العسكريه ورفعت الجلسه. قد ايه انبسط؟ مسكوه بيقولوا له معقوله؟ اه معقوله. طيب معاش يطلع له معاش؟ قال لا ما هو ما قالش طالما قال بس رفضه يبقى رفض. المهم راح للبابا كرولوس قال له شفت يا سيدنا؟ قال له الحمد لله يا ابني اشكر ربنا كتب لك عمر يا ابني وهيطلع لك معاش انت وعيالك. قال له الحمد لله. الراجل بيبوس ايد البابا وكل يوم تاني يزور البابا مع انه راجل غير مسيحي، لكن حصل ان الراجل ده اتجوز وما خلفش، فمراته عملت عمليه وبعد ما عملت عمليه برضه ما خلفش، فخدها وراح لمين؟ قال لها الراجل اللي بيحل المشكلات شيخ النصارى تعال روح عنده. راح فاول ما شافه قال له جايني في الاخر يا اخويا بعد ما عملت العمليه. شوف يا حبيب ابوك مراتك هتخلف، بس هقول لك على حاجه يا ابني. قال له نعم. قال له تسميها على اسم الضابط اللي خلاهم عفوا على رقبتك ما يقدرش. قال له ايه يعني سيدنا؟ قال له سميه مين يا ابني؟ قال له زي قوي يا سيدنا، لو عايز اسميه جرجس اسميه بس يجي. الراجل ده خلف ولد وسماه مينا مع ان الراجل غير مسيحي. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. صدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. واحد سكرتير مدرسة في المنصورة صدر له قرار نقل لمدرسة في ارياف المنصورة وكان لازم ينفذ، ففي حاجة عند الموظفين اسمها تسليم وتسلم، يعني لازم يسلم عهدته اللي في المدرسة الاولانية ويستلم عهدته في المدرسة الايه التانية. فاستلم، وبعد ما استلم بحوالي 20 يوم مديرة المدرسة التانية قالت له هات لي الملف بتاع الاستاذ فلان. يدور على الملف بتاع المدرس عشان يسلمه للمديرة، الملف ليه ملوش اثر. هو مضى انه استلم العهدة ايه سليمة. يدور تاني ويدور تالت ويدور رابع، ما كانش قدامه الا انه يكاشف الست المديرة بالخبر. لقيت له شوف انا ما اقدرش اعفيك من المسؤولية، لكن كل اللي اعمله لك ان اديك فرصة انك تدور كويس، لكن دي هحولك للنيابة، النيابة الادارية، ودي فيها حبس، دي فيها حبس. الراجل يدور تاني ويفر الورق والعهدة والمخزن ما لقيش، فراح لجزخانة قال للراجل الصيدلي قال له انا عندي كلب سعران قوي وعايز اموته، فعاوز له سم جامد قوي. قال انا هروح المدرسة يوم السبت اطلب كوباية شاي احط عليها الايه السم وانتحر بدل ما يحبسوني. وقرر انه ينتحر، لكن قال اخر يوم في عمري هو يوم الجمعة انزل القاهرة اتفسح قبل ما اموت يوم السبت، يعني هيموت عشان يموت بايه بمزاج يعني. وهو في القاهرة كالراجل هو طويل الاخ ده، وهو في القاهرة خطر بباله انه يروح يزور البابا كيرلس، كان البابا كيرلس عايش. سلم وبعد ما سلم رجع لورا كده، وبعد ما رجع لورا قال له طب انا ما اقول للبابا على الموضوع الايه على موضوع الملف ده.
فاتردد شوية. فالبابا كرولوس قال له جرى ايه يا ابو طويلة؟ يعني يا ايه يا طويل؟ رجع ووطع رجلين سيدنا، قال له يا سيدنا انا هتحبس يا سيدنا. قال له لا يا حبيب ابوك مش هتتحبس، انت عارف يا ابن المدرسة اللي انت بتشتغل فيها؟ قال له ايوه يا سيدنا. قال له تحت السلم في دولاب، الدولاب ده عليه رزة وقفل، اكسر القفل وافتح الدولاب هتلاقي الملف جوه الايه، جوه الدولاب. طلع من عند البابا كرولوس على المنصورة عدل، راح خبط على المديرة في البيت قال لها نفتح المدرسة دلوقتي. قالت له يا استاذ فلان ده النهاردة الجمعة. قال لها عشان خاطر ربنا ابوس رجلك. ليه؟ قال لها جبت السر. قالت له سر؟ قال لها الملف في الدولاب. قالت له طيب بكرة؟ قال لها بكرة شوفي هي للوقت. قالت له طيب ولو طلع الملف مش موجود؟ قال لها يبقى ما فيش غير كوباية الشاي اياها. قالت له يعني ايه كوباية الشاي؟ قال لها ده موضوع تعرفي بكرة، بس نروح دلوقتي ايه المدرسة. نزلت معاه المديرة، دخل وجاب كده شاكوش كبير قوي، خبط الرصد بالقفل، كسر البتاع ده وفتح، لقى الملف موجود فين؟ في الدولاب. مين اللي عطاله السر؟ البابا كرولوس عارف ازاي؟ وازاي عرف ان الراجل الطويل ده عنده مشكلة؟ وازاي عرف الدولاب اللي تحت السلم؟ وازاي عرف الرصد والقفل؟ هنقول ازاي وازاي وازاي؟ انا معرفش، لكن صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. ست من جزيرة بدران عندها طفل كان بيمشي على رجليه كويس، وبعدين فجأة الواد كده وبيمشي وقع رجليه كده بدت تتلوي كده، فخدته وراحت الدكتور الدكاترة قال له عنده لين عظام ومش ممكن يقف على رجليه تاني. فشالت الواد كده عمره 3 سنين بعد ما كان بيجري قدامها برجليها وزعلانه، وخدته وراحت عند البابا كيرلس دونا عن الناس كلها. البابا كيرلس قال لها هات يا ست الواد المخروع ده. مخروع ايه يا سيدنا؟ قال لها الواد الطاري ده. طاري؟ قال لها ايوه الواد اللي عظمه لين ده. قلت له يا سيدنا. راح ماسك الواد على ايده كده ونفخ في وشه كده 3 نفخات وقال له خد يا اختي هتروحي به البيت حطيه على الارض هتلاقيه يجري لوحده. الست خدت الواد وروحت البيت تجري وحطت الواد في الصالة، بصت لقيت الواد اتعدل ظهره لفوق وبطنه لتحت وهب شد رجليه ونسك نفسه وبدأ يجري في الصالة زي ما كان. اللي الدكاترة خلوها فقدت الامل، لكن عايز اقول لك صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. الغير مستطاع عند الناس مستطاع ايه عند الله. في حي اسمه الازاريطة في اسكندرية واحد اسمه الاستاذ صدقي عنده ولد صغير اسمه فريد. الفريد ده يعني كبر لغاية ما بقى عمره 7 سنين انه يتكلم مفيش فايدة. الدكاترة اللي قال يعملوا له عملية لانه لسانه شابك في حلقه من تحت، واللي قال لا ده عايز يروح مدرسة الصم والبكم، واللي قال ده عاوز مش عارف تنمية فكرية، كل واحد من الدكاترة افتى ايه افتى فتوى. قال بس انا هوديه لابو عمة سودة. خلى البابا في اسكندرية وخد الواد وراح له ايه وراح له هناك. وهو هناك البابا كرولوس قال له يا سيدنا الواد ده ما بيتكلمش يا سيدنا. قال له ما بيتكلمش ازاي يا ابني؟ قال له يا سيدنا عمره 7 سنين وما بيتكلمش. قال له قربه يا ابني. وحط الواد كده تحت باطه وحط البابا كرولوس ايده على راس الواد وقال بصوتي الى الرب صرخت، بصوتي الى الرب تضرعت. الله. وبدا البابا كرولوس يدي كده مزمور في مزمور والله. الله يا عم. قال له ايه يا سيدنا؟ قال له الواد ده هيروح البيت يتكلم. خلاص يا سيدنا ده يا سيدنا هتعبنا. قال له خلاص يا ابني ما تنكفش معايا يا ابني، روح يا ابني والواد في البيت ايه هيتكلم. خد الواد وروح. قال سيدنا صبر وجبر بخاطرنا وقال خده وروح. هيعمل ايه؟ طب اللي عاوز يتكلم يخليه يتكلم قدامنا. لكن خده وروح.
اول ما دخل البيت ابوه بيقول له عملت ايه يا ابني في ابنك؟ رحت للبابا؟ قال له رحت يا والدي. وقال لي مرها ربنا عنده العفو. الواد بص لابوه كده وبص لجده قال له لا يا جده، ده البابا قال لما اروح البيت انا هتكلم. الراجل بص كده قال انا مش عارف مين الكذاب ومين الصادق، وانت يا ابني مش قلت لي البابا ما قالكش حاجه؟ قال له لا يا جده، البابا قال لما نروح البيت انا ايه هكلم. لا انت بتتكلم يا ابني. بتكلم. مش البابا قال لما اروح البيت هتكلم؟ ولما البابا كرولوس يقول يبقى لازم ايه اتكلم وصدق، ولا بد ان ايه ان تصدق. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد له كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. البابا كيرلس مره كان بيلف بالشوريه جوه الكنيسه في رفع بخور، وكانت الدنيا صيف، فلقى واحد خانق نفسه كده يعني بكرافته والدنيا صيف. فكان طبعا شيء ملفت للنظر، الناس لابسه بنص كم وبتهوي، وصاحبنا ده ايه خانق نفسه بكرافته كده. فالبابا كيرلس قال له ايه يا ابني خانق نفسك ليه؟ انت جاي من اليمن؟ وخد بعضه البابا كرولوس ومشي، وصاحبنا قعد دماغه تلف اشمعنى اليمن يعني، وهل اليمن يعني برد؟ الاخ ده كان في الجيش، ويطلع من الجيش يعني زي ما بينفس عن نفسه يلبس شياكه وبتاع يعني اهو بدل البهدله بتاعت اليومين بتوع الجيش. فخلص اجازته وراح، قالوا له انزل اجازه كمان. قالوا له ليه؟ قال عشان بعد الاجازه اللي جايه الوحده كلها رايحة اليمن. رايحة ايه؟ اليمن. رجع راح للبابا كرولوس قال له يا سيدنا انت عرفت ازاي؟ قال له يا ابني شكلك يا ابني كده اليمن يا ابني. قال له شيء غريب، انت يا سيدنا عرفت قبلنا ايه؟ قبلنا ما اعرف. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحد من الاباء في فم الخليج كان عنده ولد عمره 6 شهور، يعني الطفل ده كان اسمه مينة، واتولد له بوعد برضه من البابا كيرلس. المهم ما علينا، الولد بالليل درجة حرارته سخنت، خده وراح للدكتور، دكتور في فم الخليج برضه في مصر القديمة. والدكتور قال له يعني دكتور كان اسمه صموئيل كامل. المهم يعني الدكتور قال له يا ابونا خد الواد وروح. قال له طب والرشطة يا دكتور؟ قال له يعني انا شايف مش لازم رشطة. قال له يعني؟ قال له خسارة يا ابونا الدواء، هتجيب الرشطة هتجيب الدواء اللي لادي وهترميه بكرة الصبح. قال له يعني دكتور الواد هيخف؟ قال له دي تبقى معجزة، لكن انا شايف بلاش ايه رشطة. ابونا بيقول قعدت جنب الولد للصبح، الصبحية بدري راح البطرخانة القديمة لقى البابا كرولوس بيصلي قداس، فلسه هيكلم بابا كرولوس. بابا كرولوس قال له يا اخويا الواد سخن. قال له يا سيدنا. قال له احسن، وسابه ومشي. راح له قال له يا سيدنا انت بتقول لي احسن والواد سخن؟ قال له ايوه، لما انت القسيس ابنك 4 اشهر ما عمدتوش يسخن ولا ما يسخنش؟ روح عمد الواد والواد يخف. قال له يا سيدي روح عمده دلوقتي مش هيموت؟ قال له لا مش هيموت. ابونا رجع جاب الواد، والواد حرارته طبعا 39.5، وصلى على المعمودية وعمد الواد، والواد طلع اخد روح جديد وبقى زي الفل زي ما قال له البابا كيرلس. وصدق ولا بد ان ايه. لغايه دلوقتي ابونا كل ما يبص يقول اصعب عاية خدوا ابني هو انه كان ما تعمدش. سمعتوا عن مرض اسمه ما تعمدش؟ ما خدش
المناعة. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. في واحد في اسمه نبيل سليم، المهم علينا، ساكن في شارع القصر العيني، كان ابوه عنده بعد عنكم شلل نصفي، وعاوز ابوه يخف، فقال يعني هشيل ابويا واخده للبابا كرولوس. عملية شيل المريض دي تقيلة قوي، فرهم يعني قال ايه اخد طاقية ابويا، فرح عمال يده على رماء ابوه، خد الطاقية، كان ابوه يلبس طاقية، حط الطاقية في جيبه، قال انا هخلي البابا كرولوس يصلي لي على الطاقية ولبسها لابويا، وابويا ايه يخف. وراح عند البابا كرولوس، البابا كرولوس والدنيا زحمة، والبابا كرولوس يبص الزخينة ده ويضحك، الناس تضحك على سيدنا. بابا كرولوس قال له طلعها يا جبان، مكسوف تطلعها. الراجل يبص كده حواليه، طلع يا ابني، ويسلم على اتنين تلاته ويقول له انت مكسوف يا ابني، يا ابني طلع يا ابني. اطلع يا سيدنا؟ قال له طلع الطاقيه من جيبك. انت عارف يا سيدنا ان بيجيبوا طاقيه؟ المهم الوليد راح مطلع الطاقيه، البابا كرولوس رشمها له ثلاث مرات ونفخ فيها، روح البيت لبس ابوه الطاقيه وكانها طاقيه الخفه. قام الراجل على رجليه بقى زي الحصان، بعد اسبوع راح يتناول عند البابا كيرولوس. وصدق ولا بد ايه؟ ان تصدق. الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد الذي له كل مجد وكرامه من الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها امين. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. في مره البابا كيرولوس راح دير مارينينا، تاني يوم لقى الولاد هما الموجودين في الدير، فطلع البابا كرولوس كده ماسك العكاز بتاعه، قال يلا يا ديت هو اركب الجرار، يلا اركب يا اللي كله ينزل اسكندريه، يلا 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 اركب اركب اهو الجرار رايح اسكندريه، يلا يلا. كل العيال ركبوا اسكندريه، منهم واحد يظهر انه غلبان شويه، كان منتظر يعني ان حد يجي من اهله ولا حاجه ياخده معاه. الولد ركب والجرار وصلهم لغاية أول اسكندرية، وطبعا الجرار شاف سكته وصاحبنا كان لازم يروح، لقى الدنيا ضلمت عليه ومعهوش فلوس خالص، فيعمل ايه؟ فالدنيا بقى بدت تشتي، وهو ماشي صعبان عليه قوي، صعبان عليه نفسه، يعني همشي من المكس لغاية بيتنا ده يعني قدامي بتاع ساعتين مشي، ما معيش نص فرنك اركب بيت رماي، والدنيا شتت والدنيا ضلمت. بص لقى اللي ماشي جنبه وبيقول له طب خد خد خد، وراح حط في ايده نص فرنك بيدور عليه يمين شمال ما لقاش حد، بص في ايده لقى الايه؟ النص فرنك كده. قال يا سلام، مين اللي اعطاني النص فرنك؟ مش مهم، المهم ان انا ايه؟ هركب الترام، يقول عليه الترام في اسكندريه، هركب الترام وايه؟ وهروح، وروح واتنسى الموضوع. الولد جه في الصيف اللي بعديه وراح دير مارينينا. وجه البابا كرولوس بيعمل نفس العمل، يلا يا دي انت هو اركب الايه؟ اركب الجرال يا دي، اركب يا دي عشان تروح. بيسلموا كلهم قبل ما يركبوا، جه عند صاحبنا ده وقال له يا ابني معاك فلوس ولا تاخد نص فرنك تاني؟ معاك فلوس ولا ايه؟ ولا تاخد نص فرنك؟ يعني مين اللي عطاله النص فرنك الاولاني؟ البابا كرولوس. هنا ادرك الولد وبدا يخبط رجله في الارض، يقول لو اعرف ان البابا كرولوس هو اللي عطاهوني كنت روحت واحتفظت بالايه؟ بالنص فرنك. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. واحده صعيديه زي حالاتي جالها بعد عنكم ورم خبيث في صدرها الناحيه اليمين، فبدت تبكي، بدت تبكي 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 بحرقه، وتقول يا بابا كرولوس انا يعني خاطيه، لكن انت اشفع فيا، انا عارفه ان طلبه البار تقتدر ايه؟ كثيرا في فعلها.
وانك انت يعني تقف لي زي ما وقف ابراهيم بيدافع عن سدوم. انا طمعانة في محبتك يا سيدنا. وتعيط فهي تعيط غفلت في النوم. فجالها بابا كرولوس بعمته وعكازه. هي شايفة ابونا بيقرب عليها. اول ما قرب البابا كرولوس راحت صاحية مفزوعة من النوم، لقت نفسها قاعدة. قالت وي يظهر ان انا ما استاهل شيء اخد ايه بركته. بدت تطلب تاني، يا بابا كرولوس يا بابا كرولوس. المهم جلس حلمت بيه مرة تانية. قال لها عايزة ايه بقى دوشتينا بقى؟ قالت له عيانة. قال لها ما انا جيتلك قبل كده واتخضيتي وزعقتي وصحيتي. قلت له معلش يا سيدنا، انا عندي ورم وتعبانة ويعني وانت عارف الحكاية دي. قال لها طب خلاص بقى ما عندكيش حاجة وريني. بتقول فمعاه زي سرنجة وراح ضرب السرنجة في صدري، طلع الصديد وحطه في طبق موجود على الكومودينو جنبها، وكانت حاطه جنبها الاشعاعات والتحاليل. قال لها وادي يا ست الاشعاعات اهي بتقول على الظرف اللي بره. راح كتب كلمتين، كتب لا يوجد شيء تحت السماء يقدر ان يكدرني او يسعدني لاني محتمي بذلك الحصن الحصين. دول الكلمتين. ومضى كلمة كيرولوس مضاها بالقبطي ومضاها بالعربي. صحيت لقت الامضة ولقت السرنجة ولقت الصديد اللي طلعه البابا كيرولوس وشفيت وبقت زي الفل. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. عجيب هو الله في ايه في قديسيه. ولد امه بتديله درس، اول الشهر ياخد الفلوس فلوس الدرس يا ماما، تاني الواد بياخد الفلوس اللي هيلعب بيها ثلاث ورقات والحاجة دي. في عيال شقية كده. فيوم ما امه عرفت اتعكننت عكننة. طيب اقول لابوه؟ ده انا لو قلت لابوه هيقطع رقبته ويقول لي سايبه الواد لغاية دلوقتي ما انت اللي بوظتيه. ما هو اذا الواد طلع متربي ابوه يقول ده انا اللي ايه اللي ربيته. واذا الواد باظ يقول لها قادر بيتك وانت اللي ايه يعني اذا طلع حلو للراجل واذا طلع وحش للست. ما علينا. المهم يعني باختصار الست اعمل ايه؟ فجت خدته وراحت بيه للبابا كرولوس. بتقول الست اول ما قربنا على البابا كرولوس، بابا كرولوس مش قال له تعالى دي انت عامل فتوة هاد ودب راح واكله ايه قلم. قال له انا مش فتوة. قال له انت بتاع ثلاث ورقات دب وراح ضربه ايه قلم تاني. قال له ها هتقول لا؟ قال له لا اقول قال له طب توصل يا ابني تسمع كلام امك يا ابني، دمك لو قالت لابوك هتطردوا انتوا الاثنين من الشقة. طب ايه اللي عرفك يا سيدنا ان الواد بيلعب ثلاث ورقات؟ وايه اللي عرفك ان الاب لو عرف يطردهم؟ انا ما اعرفش. الراجل ده كان كتاب مفتوح عجيب جدا. وصدق ولا بد ان ايه ان نصدق. البابا كيرولوس كان مصلي في اسكندرية وهو راح الكنيسة، كان في قداس قبليه يعني قبل البابا كيرولوس. فالبابا كيرولوس دخل حط شملة على العمة بتاعته وبدأ يناول الكاس مع ابونا اللي كان بيصلي قبليه. فهو بيناول، جت شابة كان عمرها 24 سنة بتتناول من ابونا الجسد. بابا كيرولوس قال له حاسب يا ابونا حاسب. خير يا سيدنا؟ قال له لا ما تناولش دي. ابونا انحنى قال له حللني يا سيدنا، دي بنتي في الاعتراف ومن خادمات الكنيسة. قال له لا يا ابونا لا ما تناولش دي، انت عارفها كويس يا ابونا. قال له يا سيدنا دي انا اعرف عيلتها. المناولة وقفت كده ودار الحديث بين البابا كيرولوس وايه وابونا. قال له يا سيدنا انا اعرفها كويس واعرف والدها ووالدتها. قال له طب بس خليها على جنب. بعد كده المهم خلصوا مناولة والاخت دي ما تناولتش. فقال له يا سيدنا ليه كسرت بخاطرها؟ قال له يا ابونا انا مش شايف الميرون في وش البت دي، الميرون مش باين. هات ابوها وامها يا ابونا.
جابوا ابوهم ماهو قدام باب الهيكل. يا جماعة انتوا عمدتوا البت دي فين؟ قالوا الحقيقة يا سيدنا هنقول لك ايه، احنا مكسوفين. خير؟ قالوا زمان كنا نادرين نعمدها في دير القديسة دميانة في البراري، وسنة تسحب سنة وسنة تسحب سنة، ولغاية دلوقتي ما عمدناهاش. قال له مش قلت لك يا ابونا ان الميرون مش باين في وشها؟ انا معرفش الميرون ده بيشوفوه ازاي في وش الناس. لما نروح السما نبقى نقابل البابا كرولوس ونساله على الحدوته دي ويقول لنا وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. ربنا عجيب عجيب جدا.